يهدد المسلمين. أكبر خطر يهدد المسلمين ليسوا أعداء الدين، أعداء الدين مكشوفين، إنهم أدعياء الدين المنافقون. الأخطار التي أهلكت المسلمين ليس من أعداء الدين بل من أدعياء الدين. والأعداء أيها الإخوة، أعداء المسلمين في العالم ولا سيما في العالم الغربي، كشفوا أن هذا الدين أقوى وأكبر من أن يواجه. ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يفجروه من داخله عن طريق المنافقين. فكل إنسان يغير في عقيدة المسلمين، يغير في عقيدتهم، يحل لهم الحرام، يحرم عليهم الحلال، يبتدع في الدين شيئاً ما أنزل الله به من سلطان، هذا منافق يفجر الدين من داخله. والآن الخطة واضحة جداً ومكشوفة، أعداء الدين يحاولون أن يفجروا حياة المسلمين من داخلهم. كم من أعمال إرهابية ما فعلها المؤمنون ولكن فعلها المنافقون، ليشوهوا سمعة الدين، ليجعلوا المسلم إرهابياً، وهو أبعد الناس عن هذه الصفة أبداً. دائماً الخطر يتهددنا من المنافقين، هؤلاء يندسون بين المؤمنين ويفعلون ما لا تحمد عقباه. والحديث عن هذا الموضوع طويل، يعني كم من أعداء الداء للدين تزيوا بزي المؤمنين وفعلوا أعمالاً إجرامية وألصقت بالمؤمنين. يعني هذا سلوك واضح متكرر مكشوف. لذلك الخطر الكبير الذي يهدد المسلمين ليس من أعدائهم، أعداؤهم مكشوفون، وليس منهم، الحق لا يتعدد، إنما هو من المنافقين. يعني مثلاً قطع اليد وحشية، هذا كتاب عظيم، قرآن كريم، هذا كلام رب العالمين، لكن قطع اليد وحشية، لا بد من وسيلة ردع أخرى غير قطع اليد. أنت ماذا فعلت؟ تهدم أحكام القرآن. غاب عن الله عز وجل أنه هالوسيلة وحشية ولا بد من وسيلة أخرى. يعني حينما يتزيى الإنسان بزي الدين ويهاجم القرآن، يهاجم السنة، يهاجم رسول الله بشكل أو بآخر، إما بالموضوعية أو بالبحث العلمي الدقيق أو بالنظرة الحضارية تحت هذه الأغطية المضحكة، هذا منافق يهدم الدين بمعول خطير. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا الماء غير فاسد لأنه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، كيف نفسده إذا غيرنا لونه أو غيرنا طعمه أو غيرنا رائحته؟ إفساد الشيء إخراجه عن صفاته الأساسية، إفساد الفتاة إخراجها عن العفة والحياء، وبث الأفكار غير الصحيحة إفساد العقائد، يفسد العقيدة، يفسد علاقة الإنسان بالله عز وجل، يغريه بأشياء محرمة. ما فيها شيء يا أخي، أنت عايش خارج العصر، يجب أن تتنور، أن ترى ماذا يجري في العالم. فلذلك الإفساد واسع، إفساد عقائد، إفساد أخلاق، إفساد علاقات. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هم وقحون، يركبون رؤوسهم، يقول إنما نحن مصلحون، يرى الصلاح في الفساد، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المؤمن مبارك، يجمع ولا يفرق، يصلح ولا يفسد، يقرب ولا يبعد، يحبب ولا ينفر. ربنا عز وجل دمغهم، ألا إنهم هم المفسدون ولكن
لا يشعرون، ولكن لا يشعرون، ولكن